أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السابع في القسم بين الزوجات. ودرس دينك أنا كبرنا إن علمي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قرأهم كتاب كياها التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول وأنا درس في شن يقمتنات مجلد كلاب وحنقص الجرني في كتاب النكاح والطلاق والعدة وحنصور قرني باب كالتضبات وحويري مؤلفك رحمه الله تعالى الباب بابك السابع تضوات في القسم موبضي إحذي أيوه هذي قسمه بين الزوجات حاسسك إحذي هذي هذي قفك قوقبه لبا حاس أما سد حاس أما أفر حاس وحواجبك وحلي راهذو قسمي قسمي قاسو مركا معانيه سؤوية هاي إن حاسسكاس لحضوط جيفكا يطوكدا وكجميو قسمي قاس مركا ووحواجبا ولقربو زوجكا لبادا حاس أما حاسسكا بضان إلهي سبحانه وتعالى أقدري واجب ساراً ويولو بهن يهي إنو قدتو هدي واجبك وقدن ويانه عقوبة أيو أرنتاك لكل ما هي الدين لذا مركا كتمت مسألة أيو كيني دونا مؤلفك رحمه الله تعالى قال الله تعالى إلهي وحويري ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما إلهي وحيري ولن تستطيعوا مأبودان هداد رقتهين أن تعدلوا إن عدالة فشان مأبودان بين النساء دمرك لحضور إن تكو عدالة فشان مأبودان ولو حرصتم آد بدداشين أيوة رجو ما أبودان حاسسك بحضور إن تكو عدالة فشان حتى هدي أدداشا ما أركيسا أو عدالة داس مرك هدى إلهي أولي هي ما أبودان وشعلك قلبك هدي أدداشو أو مدول بمصاريف تهدي آد سيسو مدول بطوكة ذي آت سيسو حدنا وحادا كو عدالة فليكرين ربطانك يو جماعة يو جعيلك أرمها نوعا سوكا لي أرمو أولو عدالة فليكرما هسي شيء فلا تميلو هإيلانين كل الميل إيلا شد مانتي هإيلانين أو فتذروها أتكتكتان زوجها كالمعلقة وحل سولة الذي حال إلى توتا عدالة أسمرك أو قلبك ما أبوداني لكن هداني هكا إيلانين ناكتا إيلا شد مانت إن أتمت كجورتان با أتكا إيلتان أتكا بكتان ناغان لقبينو كالي معلقة مثل سولة الذي ما أهناك لقبو أو زوجك حقوق دي أي كلها كهش ما ناغان لقبينو ومضح بنانو نكي ربط شكان سنكرتو قول سنكرتنا ما ميل بحي كسولة لادا ساسو كليها كي يلينا وإن تصلحو هدي آد هجاجسان وحي آد قلدين أو وتتقو إلهينا آد كعب ستان فإن الله إلهي كان إلهي وحو أهذي غفورا أليه ذنب دافو
رحيما أيها هذه الله نحرسنا أيها كل كآيات وحيسكود فريسة زوجات كدحد هذا إن لغو عدالة فلو وحا أن لا أودين أوليها يا عدالة اسم أودان ومدى شعيل كقلبك سيدا نو إيمان دونتو أحاديث صوص عطو. طيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحبير من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل من روحي كانت له منك أي أهذين امرأتان لبحث أو فمال إيش منك إلى إحداهما امرأتين كمدود انتكاه أئيش جاء منك سوء إيمانا يا يوم القيامة قيامة مالنت أي إيمانا يا وشقه دني عيسان حال مائل أويهي مد إيلانا يا أو أسيقو دني عيسى إيلانا يا دنا أسيقو محن إرهداي بالي وسيد قف دبل يقود عليه أما ديكر قود عيوك لهل دنع بالي أسيقو قاب كاسه أو دنع شيدايا أيو مالة قيامة إيمانا قف كي لبز زوج الله لبز زوج مدود وإيشو أو أن أعدالة فلين مدبول الصيحنا يا أوكليا مدكالي أمهوينا حقوق ذي مصينا وحويا هلاك نوعس يو عقاب كنوعس قيامة قفك السجا أول كل ما يا على رؤوس الخلائق بأمرك الغف الله حينا يا قاب كسو قيامة كو إيمانا يا حديث كان مرك ابن حبان يو حاكم أي صحيح يلين ذهبنا وقوافقي مرك حديث صحيح طيب عن عائشة وحال جوري رضي الله عنها قالت عائشة وحيتري كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يقسم مد قيبنا بين النساء ناجه صدح ذا قيبنا أو حق نفقدا مرشدا مبيتك مضنان سينتا انتبا شيف ككلجي ما iskusiibu u wada nafaqeynay iskusiibu u marashaynay iskusiibu ugu seexanay iskusiibu mid walba kalsooni u siinayay macna fa yaadilu nabiga wa adala falay wayaqulu wuxuuna dhahay nabiga calay salaatu wasalaam allahumma ya allahu allahayo hada kani qasmi aniga qaybinteedi wa fiima kina an qaybiye amliku aniga aan hananayo فلا تلومني الله هيدا قال فيما كي دخديها ايغو دغال تملك اديغا ادهننيس او ولا املك انيغا انن هننين الهو سدا حدا ان ييلاي وا سدان انيغا اودو انان ميد ولبو بيل كيدسيو ميد ولبو مرشهيو ميد ولبو هبين كيدي ان لا سيخدو ميد ولبو ان كلسوني سيو ما اركيسا انتن انيغا كراي انت سواي وانا سميي أديك هايقول دجال إنه هايقول إيدين إنه حن أنيك كري كرينين أو أه الميل القلبي وان إلى الشر قلبك شعلك قلبك حاسس كأيقول بدينهن مد بو قلبك سكر وشعلانا يا جعلك قلبك وحلا لقسم كرماها أو لقو عدالة فلي كرماها طيب وحقفك أو أبو ذن ماها وأسجى حكمين كرو شعلك قلبك وحقوفك أسيق أو حكمين كرايا ما وحامرك تار راعي جماع جماع أنا وحو راعي شعلك قلبك راعي أسيق أنا مرك إن لقو عدالة فلو واجب ما أركيس أسيق أنا إن لقو عدالة فلو واجب ما وأيجن ويكل دبنان كران دمرك سدي أكل هذا في عينهن سدي أكل النظافة في عينهن سدي أصو كل الجيدش في عينهن تاسا مرك وحي كينيسا جعلك قلبك مداس أو نفط أورون إنه جعلك قلبك راع وحصير راعي مرك جعلك قلبك هذا الربيتان كي جوجش إيو جماعي مرك كواس أيجو إن لاسمه واجب معها محيي لقفك استدعى دي سوحك بحصنوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب رواه ما لبدا حديث وحوريين أصحاب السنن أيوريين
وعنها عائشة حقيدي وحال قبري رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سوحوها لا يفضل مذا فضلين بعضنا قارك النجا على بعض قارك كلا أن كفضلين في القسم قيبدا دحذينا أن وفضلين حدانا هاي حاسس كنبي عليه الصلاة والسلام ما أصنك لفضلين عائشة سيدا بيلادة من مكثه نبي النجاشي سي عندنا أنك أكثر نظر كن جانا أيو ها مذا نقولك لفضلين أيو أها وإن وكان قل يوم يوم أيا يرى وكان وحو أها شأنه قل يوم يوم إنه يريه إلا وهو الرسول يضوف ووريغانا علينا كركا نغا يوكو وريغانا جميع الحال أنه يقوردن مالين أيا يريد أو نبيك أصنقو صدو الوريغين يعني مالين والباولي بقلبه مركي لقارو حاسس كدمان تتواصو وذا مريك شري فيدنو نبيك ودبانا من كل امرأة نا كل جيد حقيد أيو ودبانا من غير مسيس جماع لآن ندوالبو انتو قطقو ما أركيسا أيو سلام أيو ومعانقين أيو وحسين أي كالقعل أيو شعيل بوسين أي ما أركيسا واردنكونا أي سيدا صوكالي أسيقون شماعين حتى يبلغ إلى أوكاقارو نبيغا الله تي هو نبيغا يومها لتيدا يوم كذا أو أهال فيبيت نبيغا عندها لتيدا سأكتبو بارنا مركا مدو قدن بيسو ومدو هبينكا اللي سيحان دوني أيضو مركا قصو قتما يا أوكالي ساسو مركا أوغور قبي نبيغا عليه الصلاة والسلام حاسسكي سيو رباه حديثك أبو داود وأحمد والبخاري أياور يوم وعنها عائشة حقيدي وحال قبري رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سوحوها إذا أراد رسولك هديئو دونه سفرا سفر هديئو دونه أقرع إنو قرعينا أيوها رسولك بين النساء ناجيه صدح دوض أقرعينا سفر هدو الرب إنو آذو كلمة أصيغ السجار كأول جعلها هي مده جرين هذه إراع ما أصلاً له جرين عدالة دي كم تاي هو واجب كأقف كمركو الروائن وسفر هذا حاسس كي سينو أقر عيو قرطور أصم أيو تي أي قرعة أصو بحضور نصيب أيا لتا سفر كالراعي سو ساسو نبي يلي جري عليه الصلاة والسلام فأيتهن نساء ذا مدو دي خرج سهمها سهمي قيدأ وصوبحو خرج نبيك بها أيذاس أي خرج نبيك بها بالتي خرج سهمها أي نبيك لبحا معه نبيك معيسون لبحا تي مركا نصيب كذي وصابحه أي نبيك سفر كمركا ولبح جري ساسا نقام أها كل كهديك لقد نحلي نبيك عليه الصلاة والسلام كاويا وكان وحو أها رسولك عليه الصلاة والسلام يقسم مد قيبنا يا أيوها رسولك لكل امرأة ناق والبا امرأة منهن أيجا كمدا يومها وليلتها بو قيبنا مالنت يهبينك ونوبض أيضو أيلاد هاي معناها قفتي قرعة أيوصو بحضو صفرك لا أدجري مركو صفرك كسو لابتو هين مالمهن صفرك وكمقنا تي لا جيرتي لو ما حسابينن معنا مركو سفرك كسو لابتو هدان ناغ والبو توكديدا هدان لا سيناي ما لا سو قلينايه معنا انت سفرك لو مقنا او مده سفرك لا نبي عليه الصلاه والسلام راعدي سهميي كو بخداي اسكما راعين ايدا مركا مدده سفرك لو مقن يحي نصيب او يلاتاي حدي سفرك لا سو لابتان توكدي عاديغا بلاوانيس أيضاً مركز زوجات كي كم تاعي مدي سفر كلا لجري ودور كي ذا ديل سوغارو ويلاني سا أيضاً أنت أيضاً للم مقنا أو سفر كلو قلم مقنا بالله جرى يا الله ديه مايو طيب غير أن سودة سودو بنت زمعة
وهبت سود يومها يوم كذا لعائشة أي أهبس رضي الله تعالى عنها تباه حديثك الثلاثة والنسائي أياوريين سود بنت الزمعة وأدقراني سانو نبي عليه الصلاة والسلام حاسسك سمرك أمنا خديجة رضي الله عنها مركي قيريوتي ناكتي أقوهري سيئولا خلق لي أيها البالي سودة سودة مركا قفوين بيهد مركي الله في ريو دا دي دا قاب كيدا هدي الله في ريو ناك حوق الله الله لهنا ويه دايو بعدما مركا أي عصلاتي وخدمتي يهوش زوجك أي محن إرادة كعصلاتي إسلام أركان أي ربط إني كمد أها تحاسسك نبي عليه الصلاة والسلام ما أركيسا بي مركا نوبادت وحيئوه بيسي عائش قولك سالي أجلك إذا هبينك السود أي لهيد نبي عليه الصلاة والسلام وحيو لسي حنجري عائشة أيو لسي حنجري هل كمركا حاسسك رمانتوت هل هبين أو لسي حنجري عائشة لبا هبين بو لسي حنجري هبينك إذا إيا هبينك السود مركا زوجاتكو وحاويا متكمدة هدي أي لهذا أنا قواتنا الزلي حقي أن لها نوبضة هنقضة أما مصاريف تهنقضة أما مرشدة هنقضة دي زوجة زوج كذا تنزل وقصة مين كرتا وح مشكلة ما لها وحان حقوق أي أيضو لذا حيواي حقي هذا نواك تنزل كرتا صفر كمركي لا أدا يوك لتي قرعة أي قصة بحضي ما أركيسا وحيدي كرتا قرعة إنك سيسو بحضي هدنة هبلو أيان أنيقا سيي ساسوك لأيضا محن إذا هذا يتنزل يساسوك له واحد مشكلة ما لها لكن زوجك إنه أقبله يكون حرمته زوجك إنه أقبله هي بدأ نوعا سوك له واحد يفوق هذا مركا أي هل حرام لا أي كده كان هي بو أوقفك واحد يبين أيه يمكن له يبين أيه قف عن أهان قف سدحات أقول أشي دي سأي يكون حرمته سأي هي بدأ وان صعبه هي بو واحد يسكا نوقتها إنك واحد يبين أيه iyo kan loo hibeenaayo labadooda wax ka dhaxay kan ogolaashiisu wax ku hibeenaaya kan wax loo hibeenaayo mawluuhuna ogolaashiisu ku aqbalaya saasayeen tan marka waxa weeyaan qof saddexaad ogolaashadiisa ku xaran tahay inay hibada ansaxdo waa zoojka ha zoojada hadii ay dhahdo aniga xaqi aan lahaa hiblaayaan u hibeeyay taa marka waxay ku xaran tahay inuu zoojki aqbalo waa tayib وعنها عائشة حقيقي وحال قبري رضي الله عنها قالت عائشة وحيتري ما رأيت أنيق ما أنا أرك امرأة ناك أحب امرأة ذو أحب لك البدنية هي إلي أنيق أن أكون إن أهذا في مثلاخها امرأة ذا مقاركت يعني وحال قبري هدي جيدا إن أهذا من سودة سودة أنك جعله يعني ما جرت هناك او انيغا ان جعلهي ايادو كلا ان انا هاو سودا ان كجعلهي سودا ادبان جعلهي بيديه جرتي عائشة ما هيلي ان ان هدي غيدا يو سيرديدي ان ييشو وان جعل سودا ما دعي لما كبرت سودا مركي ويناتي قالت سودا وحي تري يا رسول الله قد جعلت يومي أيان يلي يومكو منك حقاك كأهاد لعائشة عائشة أيان أوي يلي يوم أرنت أصبرك عائشة السودة ويأغم هاد علينا يما أركيسا ما داما حاصصك كلاعي أيضا كدور بدي أو أي تري النوبضي أنيقا آن لها عائشة مركا أوي يلي يوم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسولك سوحو أها يقسم مدقيبين لعائشة عائشة الله أنتد يومين لو ما لنا أقيبنا يومها يو يوم سودة أي أقيبنا يوم توكذي ذي يو توكذي سودة أي عائشة سودة رأي نبي عليه الصلاة والسلام قال كو أقبل أيوة هي بدأس أي سودة عائشة وهي بس نوبة ذي ذي نبي عليه الصلاة والسلام نو أقبل أيوة أرنت اسمك إني بنان تاي بهالك على قادم ففيه حديث وحاقص جن جواز هبة حق المرأة لضرتها ناكت حق إذا إني هبيس ناكت للقب إني أهبيس إني بنات إذا رضي زوجها زوجك إذا هدور رالي نغضوا واح مشكلة ما لها رباه الشيخان حديث كبقاري مسلم باوريا وحديث صحيح طيب
عن أسماء وحال جواري رضي الله تعالى عنها أن امرأة الناك قالت امرأة ذي وحي ترى يا رسول الله إلهي رسولك سيو إن لي أني وحائي سقنا تبرة هريفة يعني ناك ليلة كبوة فهل علي أني قشي ذا جناح ذنب مياهها إن تشبعت هديئا اسبرجيو من زوجي زوجك حقين أن اسكبرجيو غير الذي كي غير كينا أن اسكبرجيو يعديني زوجك أو اسيناي يعني وحن ليدا هي وحن ليدا وحن ليدا هي حريف يعني ناق ليلة قبو دمر كان مركي لسلاق قبو وحاكا دحيو حفال تن إيو لولن باكا دحيو مدلو مدك لي وحي دانيني إساني إسكتيريسو سادرات إذا مركي وحي ليدا هي رسول الله وحن ليدا هي حريف أيان ليدا ما ذنبي أقول هاي مركا إن زوجك يحقي أن اسكبرجيو وحا أصيغه إسيناي وحن أهم بمعنى زوجك وحوصاً إسينين إن اسكو قرحيو وهذا أن أنسبة زوجك يعني زوجك وحاسو إسيي وحاسو إسميي ما أركيسا ألابتو إيقب الدلي ذهبو إيقدي كذا وحين وابينو أصيغه إيما سمينين يا أنا أجيبك كسمستي مركا إنا مزوجك حقي أن إسكت لرجيه وحوصاً أصيغة إسينين أردت أصيما ذنبي إغوته فقال وحوي لنبي عليه الصلاة والسلام المتشبع متك إسدرجناي بما إسكت لرجناي لم يعطى أن لسينين كلابس ثوبي زور بنت لوذي ذمرو مدل بستيوك لوه يعني قف حرتي لبمر أسيق أصلا لهن شيئا يا حدنا إنه أسيق لي تصبين ما أهان ساسو لم يدي هاي وايا قف كشيئا يا وحن لسينين ما أركيسا ولسيء لهاي مرك ما بنا أنا وايا زوج كا واحد أصلا كو قبنين أو أديك والد كا كو قبتي أما ولا لها كا كو قبتين أما صد هذا كلا أديك أدسو أدستي زوجك وحن إيه قبته إنا ده هذا أديك عمرك إستجد تيرين عين ناكله أديك على قولك هذا معي لارين تصحي دبعت كنا غني ناك تأكله أو أيضا للاقب دبعت يكون غني إنسان وبالتالي هذا وبالتالي هذا الزوج كان دبعت يكون غني وناك تأكله أيضا نفترك هذا وحاسو هذا إنه الزوج كوك هذا أو أيضا هذا أديك حاس كذا ألعبت بعد كبد الشيء وذهب بعد وقديو أنا جنا وحاسان ربع ساسو كلايا فتنة كلامي شكد لانيس ما أركي سدو فتنة كلامي شكد لانيس رواه حديث كالأربعة وأفرت أيام وريين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس حويري كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إله النبي سوح أها يطوف على نسائه متكد الوريقنا في الليلة الليلة إحدى الليلة ذو الواحدة مدة هل هبين وله النبي قال وحا أسقنا يومئذ مالنتا تسع نسوة سيالناك با أسقنا ذي يوم مرك الليلة واحدة أيو أيغورن اسكو مري أو أودا جماعي معي لنبي عليه الصلاة والسلام صدنن أما أفرتنن قوضوت أي إله السيئ سبحانه وتعالى كما في رواية سيدة قصدنا وحا مرك حديث قال لك قادنا يا بولي جواز المرور على الزوجات كلهن مع وجود القسمة زوجاتك دمان إن لسقصة وضمرو إني بنانتا أيضا مركا نوبضنا لإلى علينا ولبو حاجرين لبجاريو أو لك لبيه جري ماريو إيو ريحان مركا لبدا جاريو إيو سقالك حاس مركا لسقو دركو إيطوان بين غانا إن مركا أو أبود ليلة واحدة دمان توطينو إسقو مرو يعني أبود كبحسن وإي أبود رقع هذه إليهم مركة قوة 30 رجل أو 40 رجل بانبيك إلهي سبحانه وتعالى طيب قوة داس مركة أسيقو كتورتي ودري ميسا مركة مثلا أو جبل كي غارو حيرة مركة بوغاني سيدو كلا أو وحيقة أو نبيك كل سود ديجي مركة فولي سيد لبعطة آت كمري سيد فولي دا أيضا ولي بهذا جرنجروين لو سمي انت مر أديك آت دالي سيد آت نفتوري سيد آت نساني سيد iyo sidoo asiga meeshaas ugu qalaween jiray intaas fool hadii lagu yiraado foolidaas kaleegeeda waxa kaaga muuqanaysaa
قوة النبي عليه الصلاة والسلام معناها أولها ولي بحلقة سجران جرد هذا لو سمي ما إيسان لهين وكلا طيب مركب قوة با كترتي النبي عليه الصلاة والسلام رباه حديثك الخمسة الشنطة أيها وريين والله أعلى وأعلى للبكر سبع وللطيب ثلاث للبكر قبضي أي أسقناتي سبع تضوء وللثيب قرابتنا وحا أسقناتي ثلاث سدة ومسائشي فقه أدقو أرقتين وفك هدي وقرصده أسقو حاس قبي مد عصوة قبر بكارا هدو قرصده تضوء هبين بييلاني مد قرابة هدو دبك قرصدان سدة هبين بييلاني ساو طيب وبكارا ذا النمو رمى وقوع الصباء مركا نينك الشأني جيسا إني براتو با وقت دير أباهن تدوى ذا هبين با لسينا يا. لكن ثيبا ذا مقع نينكو ما عصبا الشخص كان يهد اسكو عصبيهين نين إيو سيد الله دا قهاري أصاب براتي مركا لبضو ذا إني استهمان أوكالي يا ديمان سيد حدان ويكو أدابا للي وحي إنتا كدن باية مركا نوبضي وبلاوانيسا معنا يا. تو كذي يا سعادي وبلاوانيس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس حبيري من السنة السنة وحاكم إذا تزوج الرجل رجل هدو قرصده البكرة قبر هدو قرصده على الطيب قراب دوش هدانه وكو قرصده أقام الرجل كوانيغانا يا عندها بكرة أكتر سبعا وكو نيغانا يا وقسم كذبنا واقعبنا يا رجل صحابي قمرك من السنة وحاكم إذا هدو يرى هذوك له وصومرنا هذا النوع عنه كله وموقوف أو حكم المرفوع إسكاله وعلى علمك مصطلحا كسو قادني وإذا تزوج هدو قرصده الرجل كالطيب قراب على البكر هدو كدو القرصده صومد هراء قوى مدعسه وقبر هدو قرصده بكارادنا وامده بكارادة ذي أن لزولينين وعي معنى هيا نكاح هراءه قصر دعام يوسن قصر يعني قبر نماذا ذي قبطاه وعي معنى أقاموا نقانا يا عندها طيب بداس أكثر وكن جانا يا ثلاثة صدق مرّة هذا يسان قبرني ماذا إذا قبين أو أديك مركي أورنا قبرني ما أقصو قرصتي قراب لواي تصدق لي يلني معناها يا صدق لي يلني إسا طيب ثلاثة صدق وكن جانا يا ثم قسم كذب نواقيبين عياو قال أبو قلابة وحويه ولو شئت هدي أن دوني لها لقلت وحنده لها بويه لرفع أنس هو حديثك إلى النبي أيو أكريا صلى الله عليه وسلم وأنا صدى صو مرهد الصحابي من السنة وحاكم إذا أويره هذا الكاسمرك وحويا وهذا المرفوع نبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي كسر حقان أيو تباه الحديث قال أربعة أفرتي أوريهم أن أم سلمة وحال قبر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج نبيها أم سلمة مركو قرسدي ناقوين بيهدو عرورنا هايستطو أقام النبي قوون نقادي عندها أم سلمة أكتر ثلاثا سدة حوين سدة حوين وحكدن بيه مركا نوبضي باب الله ونس وقال وحوي لنبي عليه الصلاة والسلام إنه إن الحال والشأن ليس بك أذيك قبدا هذا ما أهان على أهلك أهلك أجدشي هوام يعني يريسي أما الضراو أما حقيرت أنت بياه شو معنى له معنى قف حقيرا أو أهل كذا قف حقيرا مته ها بمعنى سدح حبين وحا أن أدير كوسي أو سدح أن كاقب بدينين ما أهن إن أدير أن كوكو يصايا ما أو مدام أيضا قفوين أي أهلوها دانا عروري يرى أقومنا أيها يستطيع أردت أمرك كالسوني دارو إني سنكررين إني تهي مرك حكم شرعي بأمو جنا معنا وحويري إن شئت هدي أدونت صبعت لك وقوت دبينا وإن صبعت لك هدان أديك قوت دبينا صبعت للنسائين أجيه جنا وقوت دبينا يا أبو وحابرنا أمرك مدى عصوبة وقربتا سيدة حبين إن الله صحيح كدب نوبادي توصلوا بالله أما إن أيضا تضبال الله قد يقول تضبال هذه أيضا الله قد يقول ناقاها كلاني والله صوت تضبين آيان ويأتكالي إساء مركز إلا دور يسديد تنهبين على قمقنانا هذه أيضا الله تضبين صوت وحويا
هذه مثلا سد حاس كلا أولها أيضا تي أفراد أيها تدوا مركي أيضا لوجا ديجو سد حدا ناقمد والبهل هبين الله سبحانه يا قلا ليرا سد حدا هبين مركي أيضا مركي الهبين كذي للسوجار وحال لي هاي وحي طمع ذي طمع عن حق إذا أهين كذي الحق إذا واب ريبة للي سد حدا كلا مركي الله قرعين أيها سيد هذا كلا الله قرعين آية تي أي قرعة قصة بحدا الله صيحنا سيد هذا مركي هل هبين الله صيحدو حتى نمدول بهل هبين الله صيحنا ما أركي سا طب نوبادي مركي سوغر تتي هوري أي عصبات لبادي كلا هذا الله قرعين آية تي أي قرعة قصة بحدا هذا الله صيحنا كوا كلا هذا هل هبين بها الله صيحنا تي سيد هذا الله صيحنا كوا كلا هدنا هل هل هبين بع الله صيحنا يا وهكذا حال روا مركا تضوا أو قرعك إيمانيس أو مدول بتضوا هبين أو قرع أو إيمانيس إن الله صيح ومسألة مركا فوق هذا آيات وجه الله رباه الحديث كمسلم المسلم باوري وأبو داود أبو داود نواوري ولمسلم أنا وحا أصغنا إن شئت هدي أريق آدونت زدتك وانكو زيادين آيا وحاصبتك به وانكو حسابين آيا وانقوزي يدنا يا وانقوز صابنا يا واكو للبكر وحا أسمع تسبع تضوى ويطيبين ثلاثنا أسمع والله أعلى وأعلى للزوجة التنازل عن حقها لزوجها للزوجة زوجة وحا أسمع التنازل إني كتنازش عن حقها حق ذي حقي أي كتنازش لزوجها أي أتنازش أرنت أصمر كأرم وناكسن ويعيب معها مرارك قار زوجك بعد تنازل سمينا أسيقا دانينا يو ريرك إنو سيد إسنادا ما أرك إسا مرارك قار من زوجدي بعد تنازل سمينا حقي أي أيضو لهاد دي كتنازل سي أن لوك لا تقني أن لو فرين ما أرك إسا تنازل كاسمرك أيضا عيبك ما أهان دليلنك ما يلانيسو القرآن كان مركب وإشارة يا تنزل كالسنة ذنوي إشارة إسان طيب قال الله تعالى إلهي وحويري وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا بل آية دائه وإن خافت امرأة ناك هداي عبسطو خافت امرأة ذي أي عبسطو من بعلها زوج كذا حقي نشوزا ترفعا كرنقشا أي أوغا عبسطو oo ayada xaqeedu uu ka kor naqanaayo man nafaqeenaayo lama seexanaayo oo i'raalan ama jeesasho ay kaga cabsato oo wajigi uu ka jeedinaayo oo ma qonna zoojkeeda inuusan qunneen oo wada saxa uusan wax ku wadin ma arkaysa haday aragto marka ka baqdo inuu furo فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما يعني ذنبكما أهن إني لبضده الشيء فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير سليكو هشينا يا إني أيضا مركة تنزل سميس وأيضا هذا وحبها إفوريني نوبضي أنكو قولها وانكاسا محي بيل كامر ربو ما أركيسا نوبة كامر ربو إسكا كي قب إنا يدهد أما إسكسوه يوح بيل كامر ربو ساسو كلا إنا يدهد أو أفضو ديسو تنازل أي سميس أسيقين مركا إنو كأقبلو تنازل كأي أيضو سميس إنو كأقبلو دي لبضو دب ذنبكو ما أهن أرنكا ويبنان تهي أيضا إني تنازل سميسو أسيقين أو أقبلو أو سيدا مركا رير كي وكود سنادو قالت عائشة عائشة وحي تري فيها آيات نحل هذا وحي كتري هي مرأة المرأة ناقوى مرأة صوت تكون أهانيس مرأة عند الرجل أهانيس رجل قال لا يستكثر أن جعلين منها مرأة أن جعلين شعال كذلك مبطن معنا ها أدو مجعلو إنو لصح دو مجعلو أما أيضا دأويناتي أما أيضا محن إرادة أن قرحونين
أبوه جعل بدن أمها أيوة. فيريد الرجل كمرك وحده دونا يا بلاقها فورين كذو دونا يا إنه أيده فرع والزواج غيرها غير كذا إنه جرسدو دونا يا ناقتو قبل شري وياه مثلا إن مدة ناقتو مرك هدي أي واحد هذا شوك عليه تكويناته ما أركيسا وحاسو جليس دأبا سو جليس مت كلو فود لي بو أركي مرك مدة سو إسلية هي جرسو مدة إسكفر أيده أنا مرك فورين كي وارني ويا أكل فتقول مرك وحيدهيسا ها فتقول وحيدهيسا مرك مرأبي له رجل كبا وحيدهيسا أمسكي إهيسو أمسكني إهيسو ولا تضلقني هاي فورين ساسي ليه هاي أكل ثم تزوج جرسو غيري أنا غير كي جرسو ما بدي دني ومدة أديك ربتت أنا جرسو جرسو فأنت أديك في حل حلال دحري بعض أهاتي من النفقة النفقة حقي والقسمة القسمة حقي قسمة اللي أنا جاي سكنا حقي أنا جا أن أقول لها مصاريف تي إيو مبيت كي إيو وان كا حلال يلا يو وان كا فدود إيو بس كلي وحربا إنا تسكك قبطها إفور إنساسي آيات مركا ناقتو نينك إذا سيدا كولهي سيكسو ديغتي بيليدا هاي أمنا عائشة رضي الله عنها فذلك نقوله تعالى واي فلا جناح ذنب عليه ما زوجك إي زوجد دشو ذا ما أهان أن يصالح إني هشيان بينهما أيغا تحضو ذا صلحا هشيسن أي هشيان والصلح هشيسك خير خير وأيو إليا دل وضا إسقبت إني أيغو هشيان أو رير كوضا أول لسنادو أما أسيقا حتى نزلو هشيسك أما أيضا تنزل هكوسا ما يسيه الشيسك الشيسك مروى البواخير إلى إليه سبحانه وتعالى رواه حديثك البخاري البخاري أيها ورييه وحا الشيسك اللقوية هي نبما لهم شريعة الإسلام ويقيميني صلحك سيد الأحكام ويا ليره هذا صلحك وكانت وحا أهاتي عند رافع بن خديج وحا أهاتي بنت محمد بن مسلمة كانت اسم كده وكانت بنت محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة نك الأورنجري قبدي سوحي أهاتي عند رافع بن خديج رافع بن خديج أكتي نك ساقبيوة فكاريها رافع منها بنت ذي يونعي أمرا أيونك أرن بونا كونعي أرن كونعي محوها إما كبرا ويني أيو كونعي أو غيره أما كبر غير كيس وحو ضربها أهاتي ده دمر كمر كي وينادان لما جعلوا آد لو ما جعلوا ماركيس مر كي دادوا ضيرت هاي بآد لو جعلي هايو صدّن صنيعي وحكير مر كي دادوا ضت هاي بالجعلي هاي صاصو هدي مر كي دادوا أفرتن صنيعي جارتو أما أي كبلتو ده سوق ويكبح عيان حلقة كل كنن كانوا أرين بوكوك هنا يا أما كبر هالنقض أما غير كي هالنقض فأراد الرافع بمر كي وحو دوني طلاقها فرين كي ذو دوني إنه فرو فقالت مركاسا وحي تري بنتذي لا تطلقني هاي فورين وامسكني ايهيسو واقسم لي اي غيبي ما بدا لك وحي اديك كوم مقضوا ده حلقا دونتت اسكا سوهوي حلقا دونتت اسكا مقنو اسكا هاي اسكا كي هايسو هاي فورين ساسيت فانزل الله الهي وحي اسو دجي وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما مرك مركي وينادان أو بهذا ويناتي وكله محن إلى هذاي أو بعد إذا به يرى الله قاتي وكله إني أيضو أن تنزشوا وأوح مرك الشريعة هذا مال كله وأي مرك يسود الشريعة هذا وح مال كله تباه الحديث كأشافعي إمام الشافعي أياوري في المسند مسند كيساء يونا حديث كقوري أيوة طيب تضرب الزوجة زوجتي ولا قراعية بعد الوعد وعدك بعد بسأي والها هجر هجر هذا بعد ذي وجهك يعني أنه زوجتي ولا قراعة كدب مركي لو وعديه لقى هجره مركي لقى بقه نشوز كورا سرمريتان كورا أو زوجك إيكا سرمرايا تلابد أبو هريرة صلى الله عليه وسلم معها قراعد معها وإلا وعدنا يا مرك هري هذا البالغو وعدنا يا وإلا عبس قلنا يا إلهي عرديس بالغو عبس قلنا يا نشوزك إله باكاك عرونا يا للي
هدي مركا أي تا مركا أي كفر تومي ويسو شيف كالوغا هجرونا أو فراش كالي بالغو سيحانا فراش كيدي إيو سرير تيدي لغولا سيحان ما أيو أيضو قرغي لسلج وغا فراش كالي لغو سيحانا كالي غيدا مركا فراش كيدي لغا تقا هدي سو لأوان ويسو طاعدي أي أسو لأوان ويسو مركا سالة غراعا garaas on jirkeedi bararineenin lafteedana aan jibineenin suuradeedana aan fulxumeenin ayadoo wajigana laga fogaanayo waliba wajigana laga garaacumaayo nushuuska marka oo hiblaayna shiza waaye marka la leeyahay nushuuska wuxuu ku iman kara arimo dhowr ah inay midalan ay guriga ka baxdo zooshka idin la anti soo زوجك إذن لا أنت سئني جوريك كم حظا وأنا شيزو ويا هندم بمرك وحاسوب حنا جو أو شيخ نمش شيخنا عيانه أو دولة دنا كأكرو دولة ده حق يدي كقربتان أو كضوضان نقوله إني شقيستان وكله أيق الله قبو أو نينكودي وبيلايو مصاريف تودي يوم مرشود تودي وحول بقى أيق نينكودي كهيلي كرا حدنا إني حلال أتهي إني دي بدو صباحان وشقيستان وكبنا واقع يبليب حلال وايئي وحلمنا مارك نشوز كيا حلال لغا ديگا يا ماركيسا ناشيز نمدي زوجك إذن لأنتي سقوريك كما بحكر وليب وحي قد وضع يان زوجك هدو هدى بيلو وحوال بصيو بري وارد من كرا زوجك وفوري كرا وحوال بادعي كرا وإني كد ديار كرو داري مها صور مارك وارناغو أي قالة صوت دير سادين ماركيسا دمر كإني جريها كصباحان أو يرجع صوت حجلان أو يرجع وحلقة بصدار أو يحشوت ككتجان أو الشيادين نقدان أرن قالوا أي حن إلى هذا أي بشكرين يسوى وحن الله أديك سنة يا مركز السياسيين إيو كوب مجع وداد الشيعان عيا أو سياسيين تاس أيجنا مشرك كقاطوك مركزا أرن تاسو مركز وأرن حرام كالمتي مركز يقول الله هايان مركز إني هلك أكون جبان قال الله تعالى إلهي وحويري واللاتي تي تخافون أتكبقيسان نشوزهن أتكبقيسان فعيدوهن وعذية ما أركيسا وهجروهن كهجرودا في المضاجع مكان جفيدة إحدين أوغهجرودا واضربوهن قراعا فإن أضعنكم هدي أيدين أضيعان فلا تبغوا هدلبنا عليهن دشوذ سبيلا ودهكوا دلبنا إن الله إلهي كان إلهي وحو أهاد عليا أيو أهاد الله صريع كبيرا أيو أهاد ألا وين عن عبد الله وحال قبري عبد الله قصو ابن زمعة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قوحو يلي لا يجلد أحدكم أحدين إمرأته مكر باشاي يعني يسن كرباش جلد العبد أدون كرباش كي سوى ثم يجامعها كذب إمرأة أجماعا في آخر اليوم مالنت آخر كيو مرك الضرب الشديدة سيدة عبدك الله قراعوك زوجة إن الله قراع إني حرام تهيبو تلماما رباه حديث البخاري والترمذي أياوري عن عمر وحال قبري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قوحو يري لا يسأل الرجل لسؤال ما فيما سببت الله رب الرجل كإمرأته قراعي ضربك بنانا هدو قراع صوته قراع لويدين مايو صوته وحاسورودو إني تاي صوب شيغي ستيدي محان إرادائي لغان حشونا يساسو كلي فراش كدوش إني ديدي وحلمدا رباه حديثك أبو داود إيو والنسائي أيا حديثك أورين عن إياس بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قوحو يري لا تضربوها قراعنا إما الله إلهي أدو مديسها قراعنا الله ربك أصل أهان ما بنانه لكن مركي بروسيسي دان هذا لصوشيك لصومره جائز ونغانا كان جائز كنغانا يعني واحد ديني هاي هاداني والله ربك أو غير مبرح أهو طيب لا تضربوا إماء الله فجاء عمر أيايمد رضي الله تعالى عنه فقال عمر وحير يا رسول الله ذئرنا النساء اجترأنا النساء ناوه ويديردين على أزواجهن يكون ديردين هجراعين صعديق مدهن ده دمر كوي ديردين وا ها إذا بدرو أي لصو بحن إيو شياد دين نمو ما أركيسا
هجراعين أم باليري أيا واحد على تي إن أي رجوة دي كل يرتان حل قاسوان حتى مركب محدود مليني سام مركب أو لو أو لينا أيا بإن أي محن إرادة يرجع كهر مرانو كلا ها فأذننا مركب ها في غربهن واكو لإرن فأذننا لأن النبي قال إدمي في غربهن أيو إدمي فأضاف وحصو بوحيي بآل محمد محمد آل كيس نساء ما جاء يسوب بوحيين نساء ذو كثير فربضن نساء ذو يشكون أزواجهن كالشيغان آيا والله عنا انتايو نوال بناك في سوء ميل إسكسار آيو مركز ساهدين الدعو نبي عليه الصلاة والسلام قولي بي صلى صوب بحدافيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري لقد ضاف بآل محمد وحصو هريريين وصوب بحدافيين 70 امرأة تضوات الناك كلهن ضمان طولنا يشتكين أزواجهن أي كشيغان آيا ولا تجدون أولئك قواسي هلي ميسان خياركم كوين الدور كإنيهن هلي ميسان مركا قراعيستا أو دمركا لقراع أخيار نمام أهان ما أركيسا أو أصل أهان ساسوا هدي لقراع آيان قراع إنو نغضو قراع حدود يسان بحان نفس سنو إيه إن لفيرو لقراع لبرري لفاها لجبيو تامرك ما بنانه رواه الحديث أبو داود والنسائي أياوري والحاكم حاكم نواوري وصحح حاكم حديثك وصحيح يالي والله إلهي أعلى وصريا وأعلم أليه أقوى التحكيم وبالله التوفيق.